هل الحب حلال أم حرام؟ السائل شاب عمره 14 سنة. الحب محله القلب، لكن إذا كنت تقصد أنك تحب زميلة لك وتكلمها وتكلمك فهذا فساد، والله لا يحب الفساد، لأنك لن تتزوج الآن وليست عندك إمكانات الزواج، فاكتم في نفسك واصبر لعل الله أن يرزقك العفاف، وغض بصرك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. الحب لله أفضل. يا أنت بتحبش زوجتك؟ بس مش أكتر من لا، أنا قلت أكتر. أنا بحط مقارنة دايما مع ربنا في كل شيء، بلاقي الموضوع أفضل أحب علي من أي شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لكن والله يا معاذ إني أحبك، وقال الرسول في شأن خديجة إني رزقت حبها، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالمحبة الجبلية لا تؤاخذ عليها، لأن محلها القلب، وليس بإمكاني أن أنزع من قلبي محبة زيد، أقول ادخلي يا محبة عمرو واخرجي يا محبة زيد، إنما هذا كله من عند الله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.